أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مقام سيد الأولين والآخرين حبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وصلى الله وسلم على سائر النبيين والمرسلين، ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعلى التابعين وعلى سائر الموحدين في كل وقت وحين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا رب أجرنا من النار، يا رب كما جمعتنا هنا جمعنا قدام حبيبنا رسول الله، يا رب شوف فينا واحد شوف اللي عمره ما تسخط علينا، يا رب لا تعذب أحدا من أمة حبيبك محمد، يا رب لا تمت مسلما حتى تتوب عليه، يا رب انصر إخوتنا في مصر، اللهم انصر مرسي وإخواني على السيسي الملعون وأعوانه، اللهم انصر إخوتنا في العراق وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم لا ترفع لأعداء الملة في بلاد المسلمين راية، ولا تحقق لهم في الدنيا غاية، واجعلهم لخلقك عبرة وآية، وصلى الله على صاحب الراية، والحمد لله رب العالمين. مع الدرس 38 بعد 100 الأولى من سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب. الآن إن شاء الله تعالى نحن في السنة 13 للبعثة، وبعد أن نجح مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير للإسلام من مكة إلى المدينة لتفقيه الناس في الدين ودعوة الأوس والخزرج إلى الإسلام، فكانت مهمة هذا الشاب المبارك ناجحة تمام النجاح، فما من بيت في المدينة إلا ودخل أحد أفراده إلى الإسلام. وهنا يخرج مصعب بن عمير مع 73 رجلا من الموحدين من الأنصار أوس والخزرج وامرأتين، مجموعة 75، نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها، وأسماء بنت عمرو بن عدي والدة معاذ بن جبل رضي الله عنه. خرجوا مع 500 من المشركين من أهل المدينة، أي خرج المؤمنون 75 الذين آمنوا في المدينة على يد مصعب بن عمير، وسط 500 من المشركين يخفون إسلامهم ولا يريدون أن يخبروهم عن سبب خروجهم. قالوا حتى احنا غادي نبقاو نمشيو نحجوا كما يحجوا المشركين، لا شيء تغير. فوصلوا إلى مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقوم بوضع الترتيبات لإنجاح هذا المؤتمر العظيم الذي سيغير الدنيا كلها. الله، أعظم مؤتمر على وجه الأرض الذي سيغير الله به مجرى التاريخ. فوصلوا إلى مكة في ذي الحجة، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام يوم 12 من ذي الحجة، أي أوسط أيام التشريق. أيام التشريق عرفتوها هي 11 ذي الحجة و12 و13. اختار النبي صلى الله عليه وسلم يوم 12 من ذي الحجة سنة 13 للبعثة، فاختار هذا التوقيت، ثم حدد المكان الذي يجتمع فيه مع 73 رجل ومرأتين. المكان واسمه هو منن. وفين في منن؟ فين؟ عند الجمرة الكبرى اللي رجموها هي الأولى في نهار العاشر نتاع ذي الحجة، الجمرة الكبرى، المكان الذي يجتمع فيها 73 ومرأتين 75 مع سيد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام بالترتيبات الأمنية. أولا، لم يخبر النبي أحدا من أصحابه في مكة، فالأمر ينبغي أن يكون سرا ولا ينبغي أن يخرج الخبر إلى أصحابه في مكة.
شكون اللي كان عندهم الخبر؟ ثلاثة نتاع الناس. واحد مازال ما سلمش، هو عمه العباس بن عبد المطلب، والثاني أبو بكر الصديق كان يقف على أفواه الطرق لكي يلاحظ التحركات التي يمكن أن تثير الشكوك، وعلي بن أبي طالب أخذ مكانا بعيدا أيضا، هو عين لرسول الله على كل ما يمكن أن يحدث المفاجأة. بهذا الترتيب الأمني ما قالهاش أصحابه، جمع عمه وخك المشرك، أبو بكر الصديق وعلي أخذ كل منهما جانبا من جوانب مكة في منى يحرسون الطريقة ويوفون النبي بالأخبار الجديدة التي تثير الشكوك، حتى لا يفاجأ النبي مع الوفد الذي يجتمع معه بأمر مفاجئ يفسد عليهم هذا المؤتمر. ثم اتفق معهم على ألا يخرجوا حتى ينام القوم، يدخلوا ينعسوا معه، دوك 500 بقوا ناعسين معه. فإذا نام القوم وهدأ الليل بدأوا بالخروج في الثلث الأول من الليل، أي بعد صلاة العشاء، كان مازال الصلاة ما كان. ثم أمرهم النبي ألا يخرجوا جماعة بل يخرجوا فرادا متسللين في الليل تسلل القطع، بحال أكثر الليل يخرج متسللا لا يحدث أي حركة، لا تينوض ويمشي. ومن اللي نعسوا نعسوا في كي دايرين في بلاصة واحدة متفرقين على ذلك 500، لأن لو ناموا في مكان واحد وخرجوا من مكان واحد لأمكن للمشركين أن يروا المكان فارغا فيعلموا أن ثمة من خرج. حتى لا يثير الشكوك توزع 75 منهم الرجال 73 والنساء بوحدهم على كل المعسكر، أخذوا كل الجغرافيا التي كانت تحوي هؤلاء. نظر هذا التطبيق، شوفوا يا سيدي الإنسان هذا الدين كم يأخذ المسلم من الأسباب المتاحة لينصرها. كان سيد النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول لهم ارواحوا سيد ربي غادي ينصرنا وأنا راني نبي وندعي الله ويستجب لي والسلام عليكم، لكن يعلمنا نحن كيف نأخذ التدابير الأمنية ونأخذ جميع الأسباب، لأن الله تعبدنا بأخذ الأسباب، أما نتائج الأسباب فموكولة إلى الله، فلربما تأخذ جميع الأسباب ولا توفق، فإن أخذت الأسباب ولم توفق إيوا ربح ولا ما ربح؟ واش ربح ولا ما ربح؟ وخا ما ربحش في الدنيا وخسرت، واش ربح ولا ما ربح؟ ربح في الآخر، لأنك فعلت ما أمرك الله. ولو لم تأخذ بالأسباب ونجحت تربح ولا ماشي ربح؟ واش ربح ولا ماشي ربح؟ أنت خاسر، لأن الله تعالى هو الذي أجرى نصرا، هو بدون أن تأخذ أنت الأسباب. يعاقبك الله على ما كلفك الله به ولم تقم به، لأنك أنت تسأل يوم القيامة على ما كلفك الله به، فإن فعلت ما كلفك الله به ولم ترى النتائج ومت فأنت عند الله ممن قام بما أمر الله به، وإن لم تأخذ بالأسباب وجاء نصر الله على حين غرة فإنك معاقب على عدم فعلك ما أمرت به. الناس يعرفوا هذه المسائل، شوفوا هذه الترتيبات. فخرجوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثلث الأخير كل من مكانه. تخيل معايا 73 كي يخرجوا من 500 رجل لم يفطن أي مشرك للذي بجانبه حينما خرج. نختار ذلك الوقت اللي يكونوا الناس عياو وجاو في السنعسو ودخلوا في نوم عميق، وفي ذلك الدخلة الأولى ديال الناس مع الثلث الأول في ذلك الوقت الناس خرجوا. فاجتمعوا جميعا في المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، سيد النبي معه واحد هو عم العباس، اجتمعوا 73 وزوج نساء في هذا المؤتمر الخطير، مؤتمر
جمرة العقبة، كتسمى مؤتمر العقبة الثانية. فبدأ بالكلام، شكون اللي غادي يتكلم الأول؟ شكون اللي غادي يتكلم الأول؟ خص ما يكونش الكلام بالزقة، يكون غير سري. وهذاك الكلام اللي سري وصل 73 وزوج نساء، تخيل يعني، تخيل هذه المسائل. شكون اللي غادي يتكلم في الأول؟ ها؟ شكون اللي غادي يتكلم في الأول؟ ها؟ نسى اللي غادي يتكلم في الاول. يعني شكون اللي غادي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرحبا بكم وكذا وجزاكم الله خير وتحملوا؟ ماشي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتكلم، ماشي الصحابه اللي يتكلموا. شكون هو اللي غادي يتكلم الاول؟ هو عمه العباس. العباس اللي راجع مع سيدنا النبي. قال لهم اسمعوا يا معشر اهل المدينه، جيتوا من المدينه باش تدول خويا ليذهب معكم ابن اخي يهاجر الى المدينه ويترك مكه. سمعوا مزيان، انا واخا ماشي على دينه، مازال ما رانيش على دينه، ولكن اقول لكم بوضوح، راكم تفهمون الوقت ياك فهذا؟ ها مزيان، سمعوا. قال الله يجازيكم، انتم غادي تدولنا ولد خويا، انا واخا ماشي مسلم، لكن اعلموا أنه في منعة في قومه في مكة، وخانا ماشي مسلم، والله واحد ما يصلوا، هو ممتنع، مشركين هنايا وغوال وما بغيش الدين، ومع ذلك لا يستطيعون أن يخلصوا إليه، راني حنا ما حدنا حي، ولد خويا لن يصله أي أذى. إذا كنتم على مستوى المسؤولية تحمون النبي ولد خويا اذا جاء اليكم خذوه، الى انتم رجال وقد تحميوه كما راني حامي هنا، الله يهنيه يمشي معكم. وان كنتم لا تستطيعون ان تحموه فانه بين قومه في منع لا يصله مكروه، فاتركوه الان فان الله يعذركم. اذا ما قدوش هنا انا من الاول قولوها، قولوا له ما نقدروش ونخليو لنا ولد خويا معايا ما يقيسوا حتى شي مكروه. اما الا تمشيو تديوه تما وتسمحوا فيه ويجوا له الناس من كل القبائل يهجمون عليه وتسلمونه ولا تدافعون عنه ولا تنصرونه، فاتركوه هنا فانه اعذر لكم عند الله. عندكم العذر الى الان اعترفتوا به، الا ما تقدروش خليوه لنا. ايوا وزقاو الانصار ما بغاوش هالكلام. عشان يقول هذا؟ احنا جايين عشان يقول هذا؟ قالوا له يا رسول الله اشترط علينا ما تشاء، خلينا بهالهضره، احنا تحملنا كل شيء وجينا ورحنا متفقين على اننا نهيئ لك المدينه لكي تهجر الينا، ويجي عمك يقول هالكلام، هالكلام ما تسمعش، احنا قدها رجال، نحن أصحاب الحرب والحلقة. اشترط يا رسول الله ما عندك، تكلم، شروط علينا ما عندك ونحن نتحمل كل هذه الشروط، شرط نستقبلك وشرط اللي بغيت، احنا قبل الشروط نتاعك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا في هذا الظرف بالضبط، لما رأى أحد الأنصار أن الصحابة من الأنصار غلبتهم العاطفة الجياشة وأصدروا حكمهم في أنهم مؤهلين لاستقبال النبي، قال رويدكم، تكلم أصغر القوم، شاب صغير فيهم هو الذي تكلم، اسمه أسعد بن زرارة اللي كان عنده مصعب بن عمير في بيته يدعو إلى الله، الذي استقبل سفير النبي أسعد بن زرارة. الله يا الله، من شافهم هكذاك قالوا ارواح يا سيدي والشرط علينا. قال لهم يا قوم وربي ربي ربي، أتعرفون نتائج عملكم هذا؟ اش راكم عارفين اش راكم تديروا؟ أو اللي غيغلبكم الحماس والعاطفة؟ أتعرفون أن قراركم باستقبالكم النبي في المدينة معناه
أن تطير رؤوس أكابركم. بخيل فيكم غادي تقتل. واش تعرفوا بها إلا الآن؟ كل شيء المرض هي العدوة ديال النبي صلى الله عليه وسلم. وانتم تمشوا تديه عندكم ما راكوش عارفين أنكم ستتعرضون لحرب الأبيض والأصفر. وأن رؤوسكم ستطير. وسيقتل شكون؟ أكابركم وخياركم. فرقوا زايدين. اقدروا الأمر قدرة وانظروا إلى عواقبه ولا تتسرعوا في إبداء الرأي. ناقشوا شوية. ضربة واحدة احنا يا سيدي شرط اللي بغيت واروح. استنى 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 فين راك غادي هزي؟ فين راك غادي؟ دعوة مش شيء داخل السوق ولا الحمام. القضية قضية عداوة الأبيض والأحمر وأهل الأرض، لأن النبي جاء بدين لا يقبله إلا من آمن به حقا وقليل منهم. قليل شكون يا سيدي شكون؟ فلما تكلم أسعد بن زرارة وثبت الجميع وتحدث معهم في مآلات قرارهم باستقبال النبي، تكلم أكبرهم سنا البراء بن معرور. الله. فقال البراء بن معرور رضي الله عنه وأرضاه: تنحى يا أسعد، لا نريد أن نسمع مثل هذا الكلام. هو ما قالش الشيخ لي أنا نقولهاش، أنا المعنى ديال الحال ديالو. خليك أنت، شحال الكلام اللي راك تقول؟ سمحنا منين جينا؟ ما رحناش عارفين المآلات والعاقبة ديال العمل ديالنا. أبسط يدك نبايعك يا رسول الله، والله لنحميك ولننصرنك ونتحمل جميع التبعات في نصرتك ولو قتلنا نحن وأولادنا وجميع أهلنا. الزعقة ولا حسابك جينا؟ واش راك تقول السي أسعد؟ أثبت السي أسعد. رحنا غاديين ورحنا عارفين اسمه غادي نديرو وعارفين النتائج، اش راك تدير؟ لا. فقال: نحن يا رسول أهل الحرب، ورثناها كابر عن كابر، ويا ريتنا كنا نتقاتلوا على الحق، كنا نتقاتلوا على الباطل سنوات. فلما أكرمنا الله بالحق وبصاحب الحق وبمن ينصر الحق نتردد في نصرة الحق. كانت رؤوسنا تطير على الباطل. فلما أكرمنا الله بالحق وأهل الحق بعد ذلك نفكر في مآلة الأمور. كش كتكلم البراء بن معرور واسمك. فخاطبه أحد الصحابة وأراد أن يستوثق من الأمر أكثر ويكرر ما قاله أسعد بن زرارة لكن بطريقته. فقال أبو الهيثم بن التيهان: يا قوم يا قوم، أتعلمون أن قبولنا باستقبال محمد في يثرب معناه شو معناه واسمه هي أن لنا حبالا مع قوم فإنا لقاطعوها. شكون هذا القوم؟ شكون هذا القوم؟ شكون؟ شكون هذا القوم اللي عندهم معهم الحبال، عندهم معهم علاقات؟ شكون هذا القوم اللي في المدينة عندهم مع علاقات؟ أنت مع الأوس والخزرج، شكون هما؟ اليهود. سمعوا مزيان درك، هذا جابها لهم نيشان. اسمعوا اسمعوا، استقبالكم لمحمد ماشي غير احنا السكان تاع المدينة، ماشي غير الأوس والخزرج، كاين شكون؟ اليهود. وإن لنا معهم حبالا، عندنا معهم علاقات. وإنا لقاطعوها إلا جبنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا غادي نامنوا ويبقاو هما اليهود. تقطع العلاقات تاعنا مع اليهود اللي ساكنين معاهم. وانا لقاطعوها. ويسرى اللي يسرى. وغادي يوقع اللي يوقع. وغادي يوقع القتال تاعنا مع اهلنا وجيراننا اليهود. قابلين هذاك بكري، هذاك السي السعد كان يتكلم على ناس اخرين، هذا تكلم له على الناس اللي معاه. ها ماشي شيء غادي تقتلوا الناس غير بعاد المشركين تاع مكه.
إن بيننا وبين أهل المدينة من غير الأوس والخزرج هم اليهود علاقات تجارية، علاقات اقتصادية، ساكنين معنا جيراننا، وحينما نؤمن بك ونأتي بك ستمتلئ قلوب اليهود غيظا وغادي تقطع العلاقة تاعنا معهم لأننا جبناك، وغادي نتقاتلوا. واش نتوما قابلين هاد الشيء وقادرين ولا لا؟ قال له أبسط يدك يا رسول الله، نحن قادرون بإذن الله على أن ننصرك وندفع عنك كما ندفع عن نسائنا وأبنائنا بل أكثر، ولا خير في حياة نستقبلك فيها ثم نتركك عرضة لغيرنا أبدا. فرفع النبي يده، وكان أول من بايع هذا الشيخ الوقور البراء بن معرور اللي كان دائما يقول له يا أسعد خلينا رحنا عارفين وجا هذا يستوثق، فكان أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة العظيمة هو البراء بن معرور. الله! وكانوا يبايعون النبي بالضرب على يده، يضربون أكفهم على كف النبي واحد بواحد واحد بواحد صلى الله عليه وسلم. الله! فلما بايعوه صلى الله عليه وسلم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على من تبايعوني، على من تبايعوه؟ على ستان تاع الصوالح، على خمسان تاع الصوالح، سنعود إلى هذه الخمس. واسمه هي بايعوني. ها البنود ديال بيعة العقبة الثانية كيسموها سماها سيدنا عبادة بن الصامت بيعة الحرب والنصرة والطاعة. بايعوني أول على من؟ على من؟ على طاعة الله ورسوله في المنشط والمكره. ربي 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 ربي. ثانية بايعوني، ثانية على من؟ على النفقة في اليسر والعسر. تنصر الإسلام بفلوسك المال. ثالثة بايعوني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تنصر الإسلام بلسانك وبمالك. الرابعة بايعوني على قول الحق لا تخافوا في ذلك لومة لائم. ربي 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 ربي. والخامسة بايعوني على أن تنصروني إذا جئت وقدمت إليكم، وتمنعوني وتدفعون عني كما تدفعون عن نسائكم وأبنائكم وأزوركم. قالوا ابسط يدك يا رسول الله نبايعك، وإن بايعناك فما لنا عند الله؟ قال الجنة، من بايع ووفى فله الجنة. 75 من أهل الجنة. احنا من نبقاو نتكلموا في الصحابة نقولوا العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر عمر، هذو كاع ما موجودينش كاع حنا كاع، هذو 75 كلهم في الجنة ما مذكورينش كاع، ما نذكروش كاع ابو الهيثم بن التهام، البراء بن معرور، اسعد بن زراره، جابر بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن حرام، عمرو بن الجموح، قطبه بن عامر، عقبه بن عامر الجهني. الله اكبر! رجال الثلث نتاعهم استشهد، الثلث نتاعهم كله استشهد بين يدي رسول الله. الله اكبر! له الجنه. وهنا قال لهم عليه الصلاة والسلام أخرجوا إلي 12 نقيبا. واسمه هذه كيسميوها؟ كيسميوها الانتخابات. أنا ما نفرضش عليكم النقباء، كل قبيلة منكم ينتخب أهلها في من يمثلها. اخرجوا إلي 12 نقيبا منكم. النقيب هو الممثل. كان بالإمكان بيصلح يقولوا أرواح يا قطبة، أرواح يا عقبة، أرواح يا أسعد. لا، صلى الله عليه وسلم لا، خلى لهم ما يختاروا الرجال اللي يعرفوهم. فأخرجوا 12 نقيبا انتخبوهم. هذا كيسموه الانتخاب.
داروا النبي صلى الله عليه وسلم. وراعى في الانتخاب ماذا راعى؟ التمثيل النسبي للقبائل الموجودة في الأوس والخزرج الذين حضروا. هذه قبيلة مثلا عند الناس بزاف خصها زوج، هذه أكثر بها ثلاثة، هذه قليلة يمثلها غير واحد. يعني راعى التمثيل النسبي. فاش غادي يمثلوهم هذا 12؟ فاش هذا 12؟ فاش يمثلوا هذا 75؟ فاش فاش غادي يمثلوهم؟ فاش فاش في كل أمر يتعلق بالدعوة إلى الله ونصرة الإسلام. أي سينوبون عن مصعب بن عمير، أي العمل الذي كان يقوم به مصعب بن عمير قبل ذلك توزع على 12 من نقباء الأنصار. 12، الله. وبعد ذلك صرخ الشيطان ربي ربي ربي. إبليس، إبليس من بعيد ينظر في هذه الليلة المظلمة وتحت سكون الليل إلى أخطر مؤتمر يقع في الأرض، ما صبرش بقى يزقي: يا معشر قريش، يا معشر قريش، في الليل، محمد يجتمع بأهل المدينة في غفلة منكم، قوموا من نومكم واهجموا عليهم فإنهم عند العقبة الكبرى. فسمع الرسول والصحب، فقال لهم الشيطان يصرخ، فقال عباس، شكون هذا عباس؟ بن عبادة بن نضلة من الأنصار: يا رسول الله تفضحنا تفضحنا، وإبليس خبر علينا خبر، واش منديرو؟ فلنمل عليهم والله لا نفصلن في الأمر اليوم، دركنا أجمع السيوف. قال: لا لم نؤمر بذلك يا عباس، عودوا إلى رحالكم، عودوا إلى رحالكم بسكينة ووقار، ولا تثيروا الضجة من حولكم فيكشف أمركم. لم نؤمر بذلك، هذا الحماس نتاع الشباب، أسيدي بنا بنا نقلبوا، لا 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 لا، لم يأمرنا ربنا، عودوا إلى أماكن. فعاد الصحابة إلى أمكنتهم، اللي عنده شي بلاصة ولا لها بقى نعس. الصباح كي نط الناس المشركين بقوا يدوروا ويتكلموا: أسمعتم صارخا يصرخ بأن محمدا التقى مع صحبه عند جمر العقبة؟ سمعنا، سمعتوا، سمعنا، شفتوا شي حاجة؟ ما شفناش شي حاجة. هيا بنا إلى إخواننا من أهل يثرب نسألهم عن هذا الأمر. مشاو يسقسيو المشركين هذا، قال لهم: الله يخليكم، ماشي انتم اجتمعتوا هذه الليله مع محمد؟ وبقوا المشركين يحلفوا: اقسم باللات والعزى، يا ما نظن من هنا كاع. والصحابه كيشوفوا ويضحكوا، لانهم كانوا يسقسوا شكون؟ المشركين اللي ما ناضوش. اقسم باللات والعزى، من هذه البلاصه ما نطلع غير ضرك. والصحابه اللي بايتين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يشوفوا ويبتسموا: الله. ولكن لما غادر أهل يثرب مكة علموا علم اليقين أن محمدا اجتمع معهم، صبحت يقين ابن عمي بالصحة شي وقع. فصاروا يجرون في كل أنحاء المدينة لعلهم يظفرون بالقبض على أحد من هؤلاء. وفعلا زوجة الناس تخلفوا اللي هما سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. أما المنذر بن عمرو فأعجزهم وفر ولم يستطيعوا القبض عليه، فقبضوا على سيدنا سعد بن عبادة وجيء به إلى مكة، فربطوه وبدأوا في تعذيبه، فلم يفك أسره إلا تدخل بعض كبار مشركي قريش. قالوا: واخلا درش لكم، واش تعرفوا شكون هو هذا ولا اللي راكم تدقوا معه وتضربوا؟ هذا راه سيد الخزرج، ولقيت اللي غادي هذا تعذبوه، عمرو التجارة نتاعكم ما تفوت على المدينة، هذا اللي كان يوفر لكم الأمان لقوافلكم التجارية، واش تعرفوا زمرك وديروا ولا واش غلط؟ فأطلق صراحه فالتحق بأهله في يثرب. الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا انتهت
هذه الحادثة الكبرى في تاريخ الأمة الإسلامية. أعظم حدث هو هذا الحدث العظيم، حدث بيعة العقبة الثانية، أو ما يسمى بيعة النصرة وبيعة الحرب. الآن قالوا له غادي يرجع عندنا وغادي نصروك ونصر الدين ديالك، وما كاش اللي توشيك ولا يتعدى عليك. نموت احنا وتبقى انت، نموت احنا وتبقى دعوتك انت. وهكذا يبدل الله النبي ارضا لم يعد اهلها يحبون ان يستمعوا من النبي الدعوه. عمرو شينبيم التنصر من قومه، وهيأ الله له ارضا بعيده ب 450 كيلومتر. 450 كيلومتر في ذيك الوقيته ماشي سهله. لم تكن هنالك مواصلات ولا اتصالات ولا وسائل النقل. الله، فهيأ الله له المدينه، واهل المدينه لنصره هذا الدين. سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ربي سبحانك. ازهد الناس في العالم اهله. عمرو شنبيمة تنصر قومه، وتحققت نبوءة ورقة بن نوفل عند الهجرة من اتبعث النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. قال له يا ليتني أكون حينها جذعا، حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. قال ومخرجيهم؟ قال ما من نبي يجيء بما جئت به إلا عودي من قبل قومه وأخرج من أرضه. فهي سنة الله في الأنبياء كلهم، لم ينصروا من قبل أرضهم وأهليهم، ولكن الله قيض لهم أرضا أخرى وقوما آخرين فنصروه وأزروه وعزروه واستقبلوه في بلادهم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن بعض الدروس من هذه الحادثة الكبرى. الدرس الأول، سبحانك ربي سبحانك. هؤلاء الذين جاءوا، ها 73 وزوج نساء، للنبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه، وش حال جلسوا في الإسلام أخوتنا وجاءوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على قطع الرؤوس ومعاداة الخلق كلهم وقطع حبالهم مع اليهود؟ هالمخاطرة الكبيرة بهم، أولادهم بأحبابهم بأرضهم. شحال جلسوا في الإسلام أخوتي؟ شحال جلسوا؟ إيوا كاين اللي سلم 3 شهور، كاين اللي مخير كاع وشحال عام، اللي مشى مصعب شحال كاع عام. شحال جلسوا في الإسلام؟ عام ونص. نقولوا كاع سلم قبل ما يمشي مصعب، مع هذوك الستة الوالا نتاع الشهر نتاع عام 11، شحال جلسوا؟ نديروا ذوك الصحاب اللي جاوا الوالا عامين، عامين في الإسلام ويحملون كل هذا الهم ومستعدون للتضحية بالمال والأولاد والنفس وكل ما يملكون من أجل الإسلام. بنادم يعيش، حنا عندنا 70 عام في الإسلام وباقي يكذب ويخون وما يصليش في الوقت، والإسلام هو التالي عنده، يعطيه وقته الشايط ويعطيه حتى ملي يمشي يصلي يمشي يجري ويخرج يجري. لا مشى الجمعة يمشي التالي، ويتمنى لو كان منين يمشي يصيب الخطيب كمل الخطبة ما فيه ما يسمع، ويتمنى منين يمشي يصيب وراكع غير يركع ويهود وتصيب ما تصيبش ما تصيبش. نعم سيدي، لا 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 بعد الباب. شحال جلسوا هاد الناس في الإسلام؟ واش هادو تلاقاو مع سيدنا النبي؟ عمرو ما تلاقاو مع سيدنا النبي. هادو سلموا على يد واحد من التلاميذ نتاع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مازال ما تلاقاوش. هذا اللي قال الاول مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باش ما يقولوش بان لا هادو كان ايمانهم قوي لان النبي رباهم ولان ربى النبي المهاجرين، اما الانصار من اهل المدينه لم يلتقي بهم الا في هذه اللحظه ويحملون كل هذا الايمان. اسم الدرس واسم يقول لك ليست العبره ب القدم في الإسلام،
فكم من إنسان يولد مسلما ويعيش 100 عام في الإسلام ولا يقدم للإسلام شيئا، بل يكون عالة على الإسلام والمسلمين، بل يكون حربا على أمة محمد، بل يكون ممن ينفر بالإسلام ويبعد الناس على الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان نسقسوا بعضنا بعض، حنا هذه المجموعة اللي رحنا هنا، واسمو هي الحاجة كاع الغالية في هذه الدنيا؟ واسمو هي كل واحد غادي يقول زعما واسمو هي الحاجة كاع الغالية في الدنيا؟ واسمو هي الحاجة كاع الغالية؟ واش واش ولادك؟ واش مالك؟ واش دارك؟ واش حبابك؟ واش واسمو هي الحاجة كاع الغالية في هذه الدنيا؟ واش انت قلت الدين. اذا كان بالصح هذا عندك صحيح، اغلى حاجة هي الدين اللي انقذنا الله به بالجهالة وغادي ينقذنا به بالنار. انا كنت نستنى شي واحد يقول شي حاجه اخرى، ولكن الدين هو اغلى حاجه. واذا كان عندنا الدين بالصح 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 اغلى حاجه، يخص يبان فاش فاش يبان في تصرفاتنا مع الدين. وشحال نعطيو للدين؟ ها هي الدنيا، وشحال نعطيو لها؟ تبيع وتخرج وتبيع وتشري، هادشي كلشي مزيان، وتاول وتبحث ودير العجب وتنوض بكري وتغامر والرصاص فوقك وانت تجيب ليسانس. قولوا لنا اخويا الدنيا هذه الدنيا، يعني مستعد تمد روحك على الليسانس خاصة من اللي غلا. والدين الصلاة خير من النوم، حتى الناس ما عندك ما يقول فيه. الدين ما تقدرش تنوض حتى الفجر باش تأدي غير الفريضة، ما تعطي لا مال ولا نفس، نوض غير بالفراش، يعني ضحي غير بالفراش، ينوض بالفراش ما ينوض. قال لكم يأتي الشيطان إلى أحدكم فيعقد على قفا 3 عقد، يقول عليك بليل طويل. عاس مع راسك شخر. الأمة اللي مازال ما تنوضش تصلي الصباح وما يصلي، هل الأمة ستنصر؟ الأمة اللي المسؤولين تاعها يحرقوا المساجد ويقتلون المسلمين ويوالون اليهود والنصارى، شو هاد الناس وشحال يضحيوا في مسبت باش يحصلوا على الرضا ديال الإسرائيل؟ يحرقوا المساجد ويقتلوا السلميين وكذا. شوف هذه باش يمشيوا لجهنم، شوف شحال يضحيوا باش يمشي لجهنم، يضحي بالعجب، يقتلوا يحرقوا يديه. سبحانك يا ربي. والإسلام حنا، ولذلك احبابي منين بقينا نقرا السيره ونقول واه يا ودي يا ودي محشومه علينا احنا قاع نهضروا، والله حشومه علينا احنا. شوف المعامله نتاعنا كي دايره، يعني شوف المسائل كيفاش دايره. شوف للناس يعني كاين اللي عنده 3 شهور 4 شهور في الاسلام وكيقول له اسكت يا اسعد، واسعد بن زراره ماشي ما بغاش يقول لهم غير واسمه هو خلا درشركم لك وعارفين لا مشيتوا حتى نصرتوا النبي اغادي الريصه نتاعكم طير. واش عزو قال له اسكت علينا، احنا عارفين ورحنا واعيين ورحنا غادي نديروها، وهالفرصه والله ما نمنعوها. ان الله الذي اختارنا وحظينا بشرف اختيار الله لنا انصارا لله وللرسول، فرصه لا يمكن ان نضيعها، لاننا سننصر الدين ونبي الاسلام. كلام منشج. واش وقع لهم؟ واش وقع لهم؟ واش وقع لهم؟ تغيير في الحياه نتاعهم. فين هذا التغيير؟ الداخل داخل داخل، ذاك القلب اللي كان يحب الدنيا ويحب البلاصه ويحب باش الناس تمدحه نقلعت كي دخل الاسلام، ولا حب الله ورسول الله والاخره تسقطت عنده المعادله، الميزان ولا عنده ميزان صحيح. كان الميزان في الاول يزن بما يثقل في قلبه، وانما ثقل قلبه بما حل في قلبه من حب الدنيا وحب الرياسه، فكان يضحي من اجل الرياسه، فجاء الاسلام فاخرج حب الدنيا وحب الرياسه واستبدلها بحب الله ورسوله، ولذلك مال الى الاخره وعمل للاخره، وصار كأنه ينظر إلى الآخرة نظر العين، رؤية العين. صافي. إذن هذا انقلاب كبير. ثانيا، أن هذ الناس اللي جاوا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم 73 كانوا يحبوا الرياسة.
ويحبوا اللي يمدحهم. ضربه وحده كل شيء طفى داك الشيء. ولاو يتسابقوا لنصرة رسول الله، ولاو خوت. أو يا ابن عمي غير البارح قبل ما يدخلوا الإسلام كانوا يتقاتلون، الحيان الأوس والخزرج عاشا ردحا من الزمان يتقاتلون على من يكون شكون؟ السيدة في يثرب. دخلوا الإسلام ذابت الجاهلية، ولم يعد الواحد فيهم يقاتل من أجل نخوة الجاهلية ورياستها، كل ذلك تحت قدم الإسلام موضوع. جاء الإسلام ودار هذا الشيء تحت رجله، نقاتل باش أنا القبيلة نتاعي تكون هي كذا وأنا نكون كذا. فجاء الإسلام فوضعها تحت قدمه ورفع التقوى ورفع الإسلام وجعله غاية المؤمن، وهو الذي في سبيله يتحرك وفي سبيله يضحي، ولا يضحي أبدا إلا فيما يحب الله ورسوله. هذا تغيير كبير حدث. ولذلك كنقول لك عمر التغيير في الأمة ما يحدث لو لم يحدث هذا التغير العظيم في قلوب الناس. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد. الله تعالى لا ينظر إلى صوركم، يك ما حسب لك حنايا هكذا بزاف وبلحيتنا وبعبايتنا رحنا جايبين الطرح. راه منين تحقق راه ما كان والو. منين جيت تحققنا وتدخلنا في التجربة والامتحان في علاقتنا مع الإسلام كتصيبنا والو. ولذلك حنا مازال ما وصلناش باش نستاهلوا النصر مع سيدي ربي. لقيت انت التسعينات حينما نجحت جبهة الإنقاذ والمزقع وقفوا مع الإسلاميين. لقيت اللي نظر العسكر عطى 3 رصاصات كل الناس دخلوا إلى بيوتهم. فقالوا هذه عاطفة جياشة ملأت قلوبهم، ولو استقر حب الله ورسوله وكان ذلك يقين في قلوبهم ما غادروا الساحات حتى ينصرهم الله أو يقضي بينهم وبين القوم الفاسدين. وكذلك في مصر وكذاك في كل العالم. لو لم يوجد هؤلاء اللي مؤمنين وصادقين وخاقلال سيدي ربي ما يعطيش النصر غير هكذا. مازال يخص. كان بالامكان سيدي ربي في الصيع يعطيهم يقول ما هو يلا ربيع العدويه ها هو صافي بجرو. لا تقتلوا وتصبروا ويحرقوا لكم الجوامع باش يوري لكم بين هذا الناس راهم ماشي يحاربوا الاخوان يحاربوا الاسلام. نوضوا الان ما بقى حتى واحد ما عنده عذر. قضيه ماشي قضيه اخوان، قضيه دين الان. إنما يستعملون الإخوان فزاعة فقط وذريعة ليقتلوكم ويحاربوا الدين. أنا قبيلة شفت واحد الشريط السكر يقول شفتوه في سيناء السكر يعني ممكن يقتلوا الناس في سيناء ويحرقوا الجوامع والمساجد وما يدوش كاع الصحفيين. تعرف واحد العسكري صوره هو اسمه يقول اسمه يقول واش ما يقول في سيناء؟ سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قال لهم يا الكلاب مازال غادي نحرقوكم بالكيما والكيما حرق بالشار الاخرين. هذو مسلمين. هذا سيدي ربي يفضح هذه القلوب الآن، قلوب الأعاجم. شوف كل شيء الآن راهي الصور وراهي يبان، تبان الحقيقة نتاع هذا الناس. لن تنصروا لا في مصر ولا في سوريا، ولن يعز هؤلاء بالدين حتى يعزوا الدين ويكون عندهم الدين هو العزيز. أنا اللي نهدر ونزقها هكذا وذاك الشيء هذا غير زقا وصافي. اما الحقيقه نتاع الاشياء حاجه اخرى. منين تجي الحقيقه؟ اما الان ركالي وشارب والكليماتيزور واللاتاي والقوقا والحريره زقي مع راسك. ولكن لقيت اللي تجي الموقف نتاع نصره الاسلام. يا ابن عمي كيف السيد ربي يعزل علي جمعه يفتي للعسكر بالقتل؟ هذا هو العلم. مشى يحمل كل شيء الدماء التي سالت. عبد الرحمن السديس إمام الحرم يقف مع الانقلابيين يحمل كل ذلك على كاهليه. ربي 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 ما تفضحناش وما تمتحناش وما تمتهليناش ما نقدروش يا ربي. شو السيادة الرجال كي دايرين؟
فغير الله ما بقلوبهم غير الله ما في واقعهم ومكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذه الثانية. والثالثة نكمل بها، راه الوقت كمل. الثالثة أنهم بمجرد أن آمنوا، اسمع، صارت طاعة الله ورسوله هي أسمى غايات. قال له عباس بن عبادة بن نضلة: إذن لنا أن نميل عليهم بسيوفنا الآن. لا، ارجع لرحالك. اسكت تما تما يا التربية يا كون احنا شي واحد يقول له بالك علي الله نزيد واش ما تسمع هذا. أعطينا يا رسول الله الإذن نهود عليهم الآن نقتلهم. قال له: لا، لم نؤمر بذلك، ارجعوا إلى رحالكم. فإذا بهم يستمعون جميعا ويطيعون المرجعية الواحدة، القيادة، إطاعة القيادة. فعادوا كما أمرهم رسول الله، لم يحدثوا حدثا ولم يفعلوا أي شيء يثير الانتباه. سبحانك ربي سبحانك. شو الطاعة؟ هذه ثلاث دروس حول هذا الأمر. وإذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء، في الدرس القادم سنستمر بإذن الله، وخاصة نقف مع بنود البيعة اللي هي مهمة جدا، البنود الخمسة التي بايع الصحابة النبي عليها. هاش تسوى باش تعرفوا الإسلام لا ينصر إلا بها. اللي بغى ينصر الإسلام ماشي بالهضرة اللي أنا هضر، بهذه الخمسة: طاعة الله ورسوله في المنشأة والمكره، النفقة بالمال لنصرة الإسلام في اليسر والعسر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول الحق ولا تخشى في الله لومة لائم، ونصرة هذا الدين ونبي هذا الدين. والله تعالى أعلى، وصلى الله على حبيبه.